اليوم جايبيتكم على بدرة بمسيساغا لناكل منسف اردني من تحت ايدين شيف فارس. انا وصاحبتي نهال لبنانيه مصريه جايين ناكل منسف اردني. يلا بينا. اول ما تفوتوا على باترا عاملين قعده تراثيه كتير حلوه، كسرنا الدنيا انا وصاحبتي. فيكن تتصوروا وتاخدوا صور مهضومين كتير هيك تراثيين للانستغرام. بس تفوتوا على المطعم حتشوفوا الجو كتير عائلي، الالوان، القعده، الكراسي كتير مريحه، عن جد بتحسوا حالكم كانكم بالبيت. ليكو منظر العصير بفرفح القلب. بلشنا بالميزة والأبتايزرز. الخبز اللي بيعمله شيف فارس هيدا لازم تجربوه، من أطيب الخبز اللي أنا أكلته بحياتي. الفتوش جايبها على القد، يعني مش كل المطاعم بتزبط الفتوش، عن جد الفتوش جايب الحامض ودبس الرمان على القد. ولازم لازم أطلب فتي أنا كل ما أروح على مطعم، لأنه غرامي الفتي. بحب الفتي العادية، يعني ما بحب عليها لا باذنجان ولا غيره. عنده كتير أنواع فتي بس أنا بفضل الفتي العادية. وإجا المنسف اللي نحنا جايين على شانه. منسف نسفت اليوم. ايه والله جبت بالقرق. مظبوط فارس، المنسف نسفنا. سلم دياتك. وهيدا شيف فارس من اروع اروع الناس اللي ممكن تتعرفوا عليهم. وشرفت الكنافة، غرامة لصاحبتي. هيلز فيفرت كنافة. كنافة ولا كنافة؟ كنافة. كنافة. وعطول بقول مش رح اكل حلو، مثل الشاطره برجع باكل حلو. معلمه جبلات منوره. ميرسي اختي، ميرسي. ونهينا السهره باغاني نحن وراجعين على الطريق. عن جد غنوا انبسطوا عيشوا حياتكم، ما حدا اخذ معه شيء.